السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا ده الاستوديو الجديد ان شاء الله اللي احنا عملناه، ده اللي طلع معانا، وان شاء الله لسه في توضيبات تانية جاية ان شاء الله هنعملها كتير. النهاردة طبعا الفيديو بتاع النهاردة هنعرف ازاي انك تدير القناة بتاعتك كلها عن طريق الموبايل بتاعك. في ناس كتيرة بيواجهها مشكلة ان هما ما بيعرفوش يديروا القناة من عن طريق الموبايل، فلازم بيقولك ان احنا محتاجين كمبيوتر عشان ندير القناة بشكل كامل. ولكن النهاردة هنتعرف على طريقة تشغيل الاستوديو اليوتيوب، وانك تدير القناة 100% عن طريق الموبايل اكنك فاتح من الكمبيوتر بالظبط، ومش هتحتاج الكمبيوتر خالص. ويلا بينا نشوف الطريقة. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا على الموبايل، تمام. طبعا دلوقتي عايزين ازاي هندير القناة اكننا على الكمبيوتر بالظبط. اول حاجة محتاجين متصفح جوجل كروم او اي متصفح موجود، بس يفضل ان هو يكون متصفح جوجل كروم. بعد ما بضغط على جوجل كروم باجي على الخانة اللي فوق دي وبكتب www.youtube.com، تمام. بعد ما بضغط عليها بيظهر لي اليوتيوب بالشكل ده، وده اللي بيظهر عنده كله. فبنيجي نضغط على الثلاث شرطات اللي موجودين فوق دول، وبضغط على العرض بإصدار سطح المكتب. بعد ما بضغط على العرض بإصدار سطح المكتب بيفتح لي القائمة اللي انتوا شايفينها دي، تمام. هو كده بيظهر لي اكني فاتح من على الكمبيوتر بالظبط، ولكننا لسه حتى الان ما فتحناش الاستوديو. طيب اول حاجة بنيجي فوق هنا على الجنب بنضغط على الخانة بتاعة القناة او العلامة او الصورة بتاعة القناة. بعد كده بضغط على كلمة قناتك، تمام. وبعد ما بضغط عليها بيظهر لي الشكل ده، بتظهر لي القناة من جوه، تمام. بعد كده بضغط على كلمة تخصيص القناة. بعد ما بضغط على كلمة تخصيص القناة هيظهر لي برضو الشكل اللي هيبقى قدامكم دلوقتي ده، تمام. طبعا بعتذر يا جماعة النت بس ايه ضعيف شوية. طبعا ظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هنيجي برضو تاني على العلامة بتاعة القناة وهنضغط عليها ضغط. وبعد ما بنضغط عليها يا جماعة هتظهر لنا القايمة دي، وهنضغط على كلمة استوديو يوتيوب. بعد ما بنضغط على كلمة استوديو يوتيوب هتظهر لنا القناة زي ما انتوا شايفين كده حاليا دلوقتي، اكننا فاتحينها من على الكمبيوتر بالظبط. تقدر طبعا انك دلوقتي تخش على احصائيات القناة من الجنب اكنك فاتحها من على الكمبيوتر. تقدر طبعا ترفع فيديو من هنا، عندك مثلا ايه هنا خانة البث المباشر ورفع الفيديو، واذا كنت عايز ارفع صورة او اي حاجة عندك طبعا هي الفيديوهات. عندك طبعا لو ضغطت هنا هلاقي طبعا الفيديوهات. طبعا دي قناة انا بشرح طبعا عليها. عندك هنا طبعا الاناليسز اللي هي احصائيات القناة، وعندك هنا التعليقات، وعندك هنا طبعا الارباح موجودة هنا. كل ده طبعا تقدر تطلع عليه طبعا انت دلوقتي اكنك فاتح من الكمبيوتر بالظبط. فتقدر تعمل اللي انت عايزه وتدير القناة زي ما انت عايز. وفي طريقة تانية برضو اللي هي عن طريق الاستوديو اليوتيوب، التطبيق اللي هو بيبقى موجود على الموبايل، بس طبعا الطريقة دي بتبقى برضو رخمة شوية، فاحنا بنفضل الطريقة اللي هي دي. وطبعا يا جماعة هي دي كانت طريقة إدارة القناة من على الموبايل. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم. لو أنت أول مرة تتفرج على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ويا ريت يا جماعة اللايك الجميل بتاعكم، اللايك ده بيحفزني إن احنا نعمل فيديوهات تانية كتير المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.